توب ستوريز مع روزي حبو. اليوم بعيد الموسيقى بنحكي تربيه موسيقيه، بنحكي اهميه الموسيقى للاشخاص من كل الاعمار، شو ما كانت قدراتهم، كمان بيقدروا يكونوا عم بيقدموا موسيقى، بس كمان تقدر الموسيقى تكون هي ثيرابي لهم. اهلا وسهلا فيك. بونجور كاتيا. بونجور. بعيد الموسيقى اكيد بنعيدك. ثانك يو. عيد اب كمان اليوم، كمان عيد كل البنات. اكيد عيد كمان جميع الابوات. الموسيقى قد يعني عندها اهميه لحتى لهالقد الكره الارضيه كلها، كل حضاراتها فينا نقول مبنيه حتى على الموسيقى. 100% اللي عم تحكي كاتيا، هو كمان صارت مثل عم تتعايش معنا من مود دو في، ماشي معنا بحياتنا وين ما بتكوني، متواجده وين ما كان، بالمولات، بالسوبر ماركت، حتى بالصيدليات، يعني وين ما كان عم نكون عم يكون في موسيقى، بالمتاجر، بالمطاعم، هيدا كله كمان عم بحفز، مش بس موجوده وجودها عم بيكون شيء طبيعي، لا عم بيفعل هالاشياء اللي موجودين نحن فيها بالمناطق بقعداتنا اللي قاعدينها، يعني تخيلي قاعده ما فيها موسيقى كيف تكون، مع قاعده فيها موسيقى بتفرق. دونك هيدا الموضوع عم يتواجد وين ما كان، عم بيأثر وعم بيزيد وعم بحفز امور جديده بالشخص بالفرد، وهذا الشيء مبني اكيد على دراسات واذا بدك دي سونداج عم بينعملوا تياكدوا هيدا الشيء انه قد ايه فعاليتها مهمه، ما عم نحكي بس هيك بالعام، عم نحكي كمان قصص بالاكاديمي بالمدارس قد ايه عم بتاثر وجودها للموسيقى، لما كمان ولد عم بيتعلم العزف على اله موسيقيه ان كان عنده مشاكل صحيه واللي ما عنده مشاكل صحيه، ان كان الولد يلي عم اللي صار يعرف يكتب ويقرا، والولد يلي بعد منه قادر اصلا يمسك قلم، كمان كيف هيدا الشيء عم يقدر يقدمه ويفرجيه. غير الصعوبات النفسيه يلي ممكن تكون يعني الصعوبات النفسيه موجوده وما كثير مهمه بالنسبه له. مظبوط، يلي عنده كمان مشاكل صحيه قد ايه الموسيقى عم بتاثر عليه، كمان بدنا نقول كمان اللي عنده مشكله مثل انه بدها معالجه، عم تتعال معالجه طبيه، عم تدخل الموسيقى كمان انه تكون ببارت معين عم بتداوي هيدا المريض. طيب مثل عن هالموضوع بهالفيديو. نعم. ماتيو ماركو ماريو ماريو ماتيو ماريو ماتيو خيين. مزبوط. على البيانو ماتيو. مزبوط. وماريو على الايقاع. على الايقاع ماريو. ماريو عنده شلل بالاطراف السفليه. مزبوط. عم بيفرجينا هون ماريو قد ايه قدر يتخطى الصعوبات اللي عنده اياها، اكيد بالتمرين وبيعزم اهله كمان، بوجه تحيه لاهله، كيف قدروا خلوا هذا الشاب يتخطى هالمشكله اللي عنده، ومن وراء هيدي المشكله خلق مثل شبكات عصبيه جديده حفزت هالنفسيه اللي عنده وخلته يحس انه هو مثله مثل غيره قادر يعزف موسيقى. هيدا المساج جايين نفرجي فيه ماريو، مثل مساج للعالم، خلي يكون عبره للجميع انه هي الموسيقى مش بس للطلاب يلي قادرين، اللي عندهم صحه، يلي قادرين يستوعبوا الموسيقى، نحن كمان بنقدر نوجه ونوصل هالمساج انه او نعلم كمان اذا بدنا نقول هاللغه
لا كمان ذوي مش احتياجات بس اللي عندهم مثل امراض هيك طفيفه بصحتهم نتخطاها لنفرجي انه هن كمان قادرين يقوموا يقوموا بهالعزف الالحان. هلا اكيد خي هون كثير ساعده وخليه يتشجع واعطيه هالشجاعه وفرجيه انه لا تي بو فير يعني انت قادر كمان تكون مثلي، فهيدا لما اندمجوا مع بعض عملوا هيدا الديو الحلو. هي النفسيه كمان بدها تكون عم بتساعد لحتى الواحد يقول انه انا مبلا عندي قدرات وبقدر اشتغل، والموسيقى رح ترجع تعكس نفسيه حلوه يعني دوره حلوه. عطيه هالبوش وهو كمان قدر يبين هذا الشيء. تحيه لماريو وتحيه لماتيو واهلهم كمان. من اي عمر بيبدا الدراسه الموسيقيه؟ بعمر كثير مبكر مدام كاتيا، بعمر لما يكون الولد بعد ما قادر يكتب ويقرا. يعني نحن عندنا اولاد كمان بنشوف عندهم قدرات بالعزف بالهيك بالفطره اذا بدي، واكيد فينا ننميها اذا كنا عم نتابعه للولد من خلال معهد او من خلال استاذ موسيقي. بس هون كمان بدنا نقول انه الولد هذا الولد بعد ما بيعرف اصلا يمسك قلم عم يقدر يقوم بالحان ويدق الحان ويفرجينا انه هو هالالحان الحلوه المهضومه اللي بحبها اللي بيرددها عم بدقها كمان عزفا على الآلة الموسيقية اللي بيختارها. هذا الشيء ببين انه هيدي اللغة تتعلم قبل ما نقرا ونكتب، يعني ما ضروري ننطر نحن لعمر السبع وثمان سنوات تنخلي هالولد يصير يبلش، عم نتأخر عليه، ضروري نبلش قبل هيدا العمر، لأنه قبل هيدا العمر الولد عنده طاقات كثير يفرجينا إياها، وفي وقت في عنا يعني ثلاث أربع سنين عم نستفيد منه وعم بفيدنا كمان تيفرجينا هالقدرات. فيديو ثاني شو رح نشوف فيه؟ كمان بنوت صغيرة ما بتخطى عمرها الخمس سنوات، عم تعزف كمان غنية حلوة. حلو يعني كمان مش دائما يمكن ضروري يكون الهدف انه يصير الولد موسيقي عالمي يعني، وهالقد يكون يعني فيها تكون الموسيقى من ضمن حياته ونشاطاته حتى لو ما كان بده يوصل للاحتراف. فيها تكون نوصل للاحتراف وممكن لا مثل ما ذكرتي، بس كمان بدنا نقول هون هذا الشيء عم يشتغل لشيء ابعد. شو هو؟ لما نحن بنذكر لما جاردنر، بدي اذكر هون ميثود جاردنر، لما ذكر بالانتليجنس ملتيبل تبعه في مطرح ذكر بس الموسيقى، عطى نقطه مهمه للموسيقى، ليه؟ لانه هذا الشيء عم بفوت عم يندمج بالتعلم المعرفي الاكاديمي بالمدارس. سو لما ذكر هيدا الذكاء الموسيقي هو تيقول انه من خلال الموسيقى كمان الولد قادر انه تكون عم بيتعلم مواد اخرى مثل المواد الثانيه مزبوط الاكاديميه. مزبوط صحيح. دونك هيدا الشيء لما بينذكر علميا يعني هو ما لازم يقطع مرور الكرام مع هالولد، لازم تكون الطريقه اساسي مش زياده مش لوكس يعني. مزبوط مش لوكس، ومش انه انا ابني عم يعمل موسيقى هي هيك تباهي، لا انت هي الامور عم بتروح ابعد بكثير من هيدا الموضوع يلي نحن شايفينه بس من شكل من برا، هي عم تشتغل بهالذاكره عند الولد، عم تعطي الذكاء، عم تشتغل على الذكاء على الانتليجنس على كل هالحواس يلي عم بتشغل له اياها. نعم. على كل حال 21 حزيران بيجي يذكرنا باهميه الموسيقى. مزبوط، هو كمان هو بحب اقول هو رمزيه، ما 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 انوجد هيك تينوجد بالصدفه، هو اختار هيدا النهار 21 ليه؟ لان هي اقصر ليله بالسنه وكانوا واطول نهار. اطول نهار كان دعا وقتها بسنه 1976 اختار كوهن موسيقي امريكاني دعا العالم كلها تيجي تحتفل على الطرقات لانه في رمزيه انه صار هلا صارت الشمس عم تطلع علينا اكثر، مثل انه يجوا مين ما كان اماتور بروفيشنال يجوا يدقوا موسيقى. تا كان في هدف واحد هو انه الاوبجيه كان انه يجمع يكون في بعد اجتماعي بين العالم كله، كل واحد يفرجي شو عنده قدرات، يعني اللي محترف يفرجي واللي ما انه محترف كمان نعم. عنده قدرات، سو نعم. مشان هيك هيدي الرمزيه تبعها اختارت انه تكون ب 21 هذا الشهر. نعم. اهلا وسهلا فيكي روزي حبو، شكرا لك. ثانك يو كاتيا. وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.